كانت مباراة صعبة جدا على الفرقتين، بدأها بالزمالك بس الحمد لله الأهلي نهاها في الآخر بالقاضية ممكن تاني مرة وإمام عاشور. والله الماتش النهاردة الأهلي ما كانش أحسن حاجة، ما كانش فورمة النهاردة، بس الحقيقة الأهلي الحمد لله فرحنا كالعادة، يعني البطولات تكسب ولا تلعب. الحمد لله يعني قدرنا إن احنا نكسب ماتش بتوفيق ربنا، ثم طبعا واحد زي إمام عاشور يعني لعيب كبير الحمد لله. اقتنصنا الفوز بفوز حلو الحمد لله، دفعة جديدة ودفعة حلوة إن شاء الله تبقى كويسة لأفريقيا إن شاء الله. ألف مليون مبروك يعني جماهير النادي الأهلي وكلها ومجلس الإدارة، الحمد لله الحمد لله يعني. ألف مبروك لجماهير الأهلي واللعيبة والإدارة وكل من ينتمي للنادي الأهلي. مباراة بصراحة كانت جميلة وشيقة واستمتعت فيها بالمباراة داخل النادي الأهلي. أنا شايف إنها مباراة كويسة والحمد لله إن الأهلي توفق، ونشكر الجماهير ونشكر اللعيبه بتاعتنا ادت باداء كويس الحمد لله، والحمد لله عدت على خير. الماتش كان كويس وربنا ما ضيعش تعبنا الحمد لله. مش قادره اوصف لك فرحتي بصراحه، لعيبه يستاهلوا كل فخر والله، والحمد لله وان شاء الله. اصل الاهلي ده بعبو الافريقيا. الف الف مبروك النادي الاهلي، يا رب نجاح كل مره. النهارده عيد ميلادي، الفرحه فرحتين، والف مبروك النادي الاهلي وهارد لك نادي الزمالك. بقول طبعا الف الف مبروك للنادي الاهلي وهارد لك النادي الزمالك، وان شاء الله كده دايما في تالق وفي نجاح. احب اقول للاهلي الف الف مبروك ودايما في فوز، وبشكر الخطيب جدا وفخوره ان انا اهلاوي. لعيبة فعلا رجالة، مصطفى شوبير أسد ابن أسد وحش ابن وحش، إمام عاشور صفقة فوق الممتازة، ألف مبروك لبيبو لكل مجلس الإدارة. مبروك من قلبي من قلبي، أنا بالقرآن وبالدعاء فرحتي مش مقدراني بصراحة، أنا مش قادرة أوصف مدى فرحتي، وجاية مخصوص علشان الكاس وفرحتي بيه. كل كان بيقول الأهلي، أقول ألف مبروك للأهلاوية طبعا وهارد لك للزملكاوية، بس كان نفسي الجون يجي بدري شوية علشان كنا نشوف ماتش أحلى من كده. الحمد لله الأهلي فاز 2-0 وهارد لك للزمالك، والأهلي استغل لهم الفرصتين كانوا جمال جدا وقدر ينهي بيهم الماتش.